إنسان قد يذهب إلى الميقات ولا يحدد نسكه، ينسى. مثلا واحد جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومشى ما حدد ايش تبي، قارن ولا متمتع ولا مفرد، ماذا تريد؟ قال والله ما أدري، أول مرة حج ما أعرف. زين، أو واحد معه جماعة سابقين مثلا، أصدقاء سبقوه إلى الحج مثلا، وقالوا الوعد مثلا في العزيزية مثلا، وراح لما جاء عند الميقات ما معه يتصل عليهم ولا شيء، يقول ما أدري الربع الحين متمتعين ولا قارنين ولا مفردين، ما أدري. زين، فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر، شيخ بندر مثلا. طيب، على بندر، إذا متمتع أنا متمتع، إذا قارن أنا قارن، إذا مفرد أنا مفرد، عليه. يجوز؟ يجوز، يجوز. ولذلك انتبهوا، هذا علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما خرج من اليمن إلى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى الحج وقال الوعد في مكة. طبعا ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة، فأحرم من ذو الحليفة وقال لبيك اللهم حجا وعمرا، قلنا قارن النبي صلى الله عليه وسلم. علي وأبو موسى الأشعري لما أتى إلى الميقات، ميقات يلملم من اليمن، طيب ما يدرون الحين النبي صلى الله عليه وسلم بما لبى، هل لبى متمتعا أو قارنا أو ما يدرون. فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، وقال أبو موسى الأشعري كذلك لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، هالاثنين. لكن باقي الحجاج اللي معهم كل واحد لبى بالتمتع أو قارن، حددوا يعني، لكن علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الآن، فقال النبي لعلي بما لبيت، بما أهللت؟ قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر الهدي، خلاص تبقى يعني قارنا مثلي. وقال لأبي موسى الأشعري بما أهللت؟ قال قلت لبيك بما لبى به، قال سقت الهدي؟ قال لا، قال فتحلل. فأمره أن يجعلها عمرة متمتعا، ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي، فقال أهلهم من ساق الهدي معه فهذا هو القارن، من لم يسق الهدي معه فهذا متمتع. فأمر أبا موسى وإن كان قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة. لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي معه، فهذا الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. طيب، إذا قلنا من لم يعين النسك الذي يريد جاز له ذلك حتى لو كان بدون سبب. لو واحد جاء إلى الميقات قال ها متمتع ولا قارن ولا مفرد، قال والله ما قررت بفكر، زين بنمشي، نمشي ما في مشكلة، يلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأحرم من الميقات، لكن لم يحدد النسك جائز. لكن نقول من السنة أن يحدد النسك، لكن لا يجب، يجب أن يحرم، أهم شيء أن يدخل في النسك، لكن تحديد النسك مستحب، أن يحدد النسك الذي يريد.